يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قول أهل العلم عن الكلام إنه قديم النوع حادث الآحاد، هل هذا؟ نعم، هو قديم النوع من حيث الصفة، فالله موصوف بأنه يتكلم أزلا وأبدا، هذا من حيث النوع. من حيث الآحاد فإنه يتجدد، يتكلم الله متى شاء. القرآن يعتبر من آحاد كلام الله عز وجل، ولهذا قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالقرآن محدث، تكلم الله به وقت نزوله، محدث يعني محدث التكلم. وكما ذكروا أن الله يتكلم بما شاء متى شاء. نعم.